موقف صغير خلى الناس كلها بتتكلم، مين طلحة وابن مين ووالدته ايه. فوجئنا انك انت شفت الام الولد اللي انت انقذته هي صورة من والدتك، او افتكرت الشقى وتعب والدتك لما كان والدك تعبان الله يرحمه. الحمد لله. مش هبدأ بيك انت، هبدأ بست الكل. طلحة حكى لي كتير، قال لي انت اشتغلت في كل حاجة، ودي شو دي تشريفة ليه عشان ما يمدش ايدي لحد، والحمد لله ابوهم راجل محترم، دي فخورة بابوهم برضه، مش الفضل اللي ابوه لان محترم وعلمنا على كل حاجة حلوة. الله يرحمه. الاول ابوي، وجيت من ابويا للبيئة برضك النظيفة برضك الحلوة، والفضل لربنا. انا عندي تشريف باهلي، جوزي وجوزي، وديت عندك تكفي بالدين، وتعبي وشجاية دي عند الله بيني وبين ربنا. انت اشتغلت ايه؟ ماشي الحمد لله في كل حاجة، زي من اول فاكهة لخضار لكله، والاخر رسيت على سمك وفراخ. بتروحوا بسطة؟ أنا سمعت إن طلحة قال كنت بجيب من البورصة، من البورصة، وأحيانا ما بتفطريش إلا لما ترجع البيت. اللي ماشي كنت الأول ماشية في كده الحمد لله، والفضل ربنا، أشكر ربنا أولا. طلحة حكى لي موقف إنك أنت بتي في الشارع في القاهرة عشان توفري فلوس ال أنا ما كنتش عاوزة أقول كده، لأن أنا بيني وبين ربنا دي جوزي، وهو برضك يعني ليه فضل كبير عليا، مهما اعمل له مش هقدر اوفي برضك دينه، لان هو ليه حقوق عليا. وابويا الله يرحمه لما كنت في يوم انا غضبت قال لي لو انت بتجدي لربنا جوزك الاول، سيب فرد ربنا وشوفي جوزك. وانا خدت خلاص عودت على كده، وعيالي عودتهم على كده، واشكر ربنا. ربنا يديك الصحة يا رب. والحمد لله انا فخورة بي، يعني انا مش لازمني حاجه من الدنيا، اللي ازيد ما يبقوا مستورين، دي تسوي عندي ملايين، وعندي اشكر ربنا اولا لانهم هم طلعوا ولاد حلال وعارفين ربنا، وما حد كده يقف جواره، دي تسوي عندي يعني. وانا كان بيني وبين ربنا اولا، بس انا اشكر الاستاذ احمد الدكتور احمد. ماشي انا كنت زعلت من بنتي اللي عملت كده، وبعدين لما بنتي يا ماما قلت لها اما لقيت دعوات الناس انا فخوره، اتفخر يعني ايه من دعوة، يعني بيدعوا لابني دي تسوى عندي ملايين، مش عشان حاجه، او انا اشهر نفسي الكلام ده، لا 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 لا، انا بيني وبين ربنا واللي بينك وبين ربنا دي تسوى ملايين. لا طبعا طبعا، اكيد اكيد. ايوه الحمد لله. اكيد اشكر ربنا. الله يحفظك. قول لي يا طلحه بقى، اشكر ربنا، ايه الموقف بقى؟ الموقف كنت انا طالع من الشغل عادي ماشي، فلقيت ست بتجري بابنها، وابنها عيني شفايفه مزرقه خالص، وكانه بيطلع في الروح، متشنق كده ورفع راسه لفوق كانه بيطلع في الروح. دخلت بيه الصيدليه قالوا لها روحي ايه انت، كان معاك عجله؟ دخلت بيه الصيدليه قالوا لها روحي للدكتور احمد، فهي عيني اعصابها ما فيش جمله، واخد منها الولد على طول وطلعت بيه جري، رميت بقى كل حاجه وطلعت بيه جري، طلعت فوق رميت العجله وكل حاجه في الشارع. ايوه ما انا عاوز الحق الواد، ما انا عاوز الحق، خفتش ان العجله تضيع. ما تضيع عادي، ما روح الواد اهم باي شيء، اهم شيء. تمام، رحت بقى طلعت فوق فين الدكتور، الواد بيموت، دخلت جوه قال لي حطه على السرير، حطيته. عنده كام سنه؟ قلت له ما اعرفش. طب اسمه ايه؟ قلت له ما اعرفش. فكشف على الواد، قلت له انا هطلع الوضع، فوالدته كمان 5 دقايق كده جات، بصت على الطفل اللي هو ايه ميت ولا لسه عايش، وكان متجوجة على الارض، فبصت للدكتور، الدكتور طمنها وقامت تاني قعدت على الكرسي. المهم الدكتور بقى سألها شوية اسئلة كده، وبعد كده خلاص فادت لها طلب، حطته في كيس اسمر بحيث ان ما يبقاش ايه كسوف بينها وبين اللي موجودين، ادته لها وقوم جاي ماشي. هي بقى جاية تجري ورا، ما وقفتلهاش، مشيت على طول، مشيت على طول. بس بالنسبة لي ده هرجع لك تاني.